فجر 25 من حزيران لعام 2006، المقاومة ترسخ قواعد اشتباك جديدة لتكون المبادرة في توجيه ضربة للاحتلال باقتحام أحد مواقعه العسكرية شرق رفح وأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، عملية فتحت صفحة جديدة في تاريخ الصراع كما تقول المقاومة. هذه العملية أيقونة للحلم الفلسطيني بتحرير الأسرى وكسر المحتل وفرض إرادة المقاومة، إذ مهدت هذه العملية الطريق لصفقة وفاء الأحرار الأولى. الوهم المتبدد هي العملية التي جعلت تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى أكثر من مجرد شعار، بل وكسرت اللاءات الإسرائيلية على إطلاق سراح من يصفهم الاحتلال بالملطخة أيديهم بالدماء. إن المحرمات التي كسرت في صفقة وفاء الأحرار سيتم كسرها وأكثر في صفقة قادمة بإذن الله، وإلا فإننا لن نتعب أنفسنا في تفاوض على أقل من هذا الثمن. وتتزامن ذكرى عملية أسر شليط مع عزم الاحتلال على ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما تؤكد المقاومة أنها لن تسمح به، وستترك للأفعال لا للتصريحات أن تثبت صدق قولها. 14 عاما على عملية أسر الجندي الإسرائيلي شليط، وما زال في حوزة المقاومة جنود آخرون، لتكون هذه الورقة الرابحة في يدها تذكيرا للاحتلال أن مخططاته بأسر الفلسطينيين وقتلهم وسرقة أرضهم لن يكتب له النجاح. أحمد شردان، غزة، الميادين.